السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مختبري. النهاردة حابة أتكلم عن موضوع شاغل الرأي العام اليومين دول، ناس كتير بتتكلم فيه، وهو مرض الإعلامية ريهام سعيد. في البداية أتمنى من الله عز وجل أن يمن عليها بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، ويشفي كل مريض إن شاء الله. انتشر اسم المرض بأنه بكتيريا الوجه. يعني إيه بكتيريا الوجه؟ وزي هو مرض خطير وقلق الناس بالشكل ده. مرض بكتيريا الوجه ده بيندرج تحت نوع من انواع البكتيريا اللي ممكن تصيب الوجه عن طريق حاجات صغيره جدا، زي مثلا الجروح البسيطه الصغيره جدا اللي ممكن تتسبب من ازاله الرؤوس السوداء في منطقه الانف، او كمان ازاله شعر الانف. شعر الانف مهم جدا لان هو بيسبب او وظيفته ان هو ينقي الهواء الداخل للرئتين عن طريق الشعر ده ويدخل الهواء نقي. فبعض الناس بتشوف ان هو شكله غير لائق وانه شكله غير مناسب ديهم، وبالتالي بتشيله بعمليه النتف، وان عمليه النتف دي بتسبب ضررين. اول ضرر ان الهواء بيدخل للرئتين غير نقي، وده ممكن يسبب امراض في الجهاز التنفسي. الضرر الثاني انه كمان الجروح الصغيره جدا اللي ممكن تظهر نقطه دم بسيطه جدا في المنطقه دي ممكن تسبب ضرر كبير جدا، يعني ممكن عن طريقها يدخل البكتيريا اللي ممكن تدخل للمجرى الدم، ومجرى الدم في المنطقة دي بيتجه اتجاه واحد الى المخ على طول، ودي خطورته ان الدم بيتجه على طول الى المخ، فالبكتيريا لما بتدخل معاه ممكن تتجه للمخ وتسبب مشاكل كتير. كمان القرح اللي موجودة في الفك العلوي، لان المنطقة دي كلها بتبقى قريبة من منطقة المخ، فبالتالي هي منطقة خطر جدا لازم نتعامل معاها بحذر شديد. لو ظهر جرح او قرحة بسيطة او مثلا تسوس الاسنان كمان ما يتمش اهماله، ولازم ان احنا نهتم بيه. فكل الحاجات البسيطة دي ممكن تسبب دخول البكتيريا عن طريق الدم. كمان من المسببات دخول البكتيريا دي مثلا وجود الحبوب والبثور اللي موجودة في الوجه وفتقها او فتحها، ده ممكن يسبب انتشار رهيب لنوع الانواع كتير من البكتيريا، لان الصديد ده بيبقى عبارة عن كميات مهولة من البكتيريا. لو صادف ان في جرح بسيط او اي حاجة جنبها ممكن تدخل البكتيريا دي للجرح وتدخل عن طريق الدم وتدخل الى الدم عن طريقها. فبالتالي فتق البثور دي شيء خاطئ جدا، لانه كمان بيسبب ندبات، والندبات دي بتستمر سنين طويلة وممكن ما تختفيش طول العمر او بتبدأ تقل اثارها بس بسيط، وده طبعا بيشوه الوجه، غير انه كمان خطر جدا في حاجات كتير تانية، زي مثلا ممكن البكتيريا تصيب الجلد اللي حواليها وتسبب انتشار للبثور دي اكتر، او الندبات، او البكتيريا انها تصيب الدم. فدي كلها مضاعفات لفعل خاطئ بسيط وبيعمله ناس كتير. فالجروح البسيطة دي ممكن تدخل نوع من أنواع البكتيريا، أو في بعض الأحيان الفطريات تدخل عن طريق الدم وتمشي مع مسار الدم ومجرى الدم كده لتصل إلى المخ وتسبب مشاكل كتير في المخ، زي مثلا التهاب السحايا أو خراريج المخ يعني، ومشاكل كتير جدا نسأل الله العافية منها يعني. أما البكتيريا الوجه اللي أصيبت الإعلامية ريهام سعيد، فهي نوع من أنواع البكتيريا دخلت عن طريق الدم، عن طريق الجروح البسيطة دي والبثور البسيطة الصغيرة دي، أو عن طريق أحد منهم يعني، وأصابت. أعتقد إن هي أصيبت في منطقة الجلد، وهي بتسبب تآكل للجلد، ولو لا قدر الله وصلت للعضلات في الحالة دي بنقوم بسرعة جدا نشيل الجزء ده بعملية، الجزء المصاب بعملية، وبيتم ترقيعه بجزء تاني مثلا من منطقة الفخذ، مثلا ترقيع العضلات والجلد اللي تم إزالته في العملية، وبنشيله علشان نمنع انتشار البكتيريا الأنسجة المجاورة والأماكن المجاورة منه. فده باختصار فكرة البكتيريا، بكتيريا الوجه. كمان انه النوع المشهور من البكتيريا اللي بتصيب المنطقة دي هي اسمها ستاف اوريوس، وده نوع من البكتيريا العقدية اللي هي صعب التعامل معاها، غير ان احنا كمان تسببنا في ان نوع انواع من البكتيريا كتير جدا بقت مقاومة للمضادات الحيوية. الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية ادى الى ان البكتيريا تعرفت على شكله وتعرفت عليه، وبدأت تنتج سلالات
تقاوم البكتيريا دي. المفروض ان احنا بناخد المضاد الحيوي كورس مدة معينة حسب بيحددها طبيب وبجرعة محددة حسب الوزن والسن. بعض الناس بتاخد جرعة المضاد الحيوي لفترة بسيطة وبعد كده بتوقف، وفي الحالة دي بتبدأ البكتيريا تتعرف عليه وتبدأ انها تنتج سلالات تقاومه، لان البكتيريا ما ماتتش. احنا بناخد جرعة المضاد الحيوي كاملة لغاية ما البكتيريا تنتهي خالص وتموت نهائي، وكده نكون قدرنا نتخلص منها تماما. لكن لما ناخد جرعة بسيطة بنسيب كميات بسيطة من البكتيريا، ممكن يكون اعراض عندنا انتهت خلاص، لكن البكتيريا موجودة ولو بكمية بسيطة جدا. البكتيريا دي عرفت نوع المضاد الحيوي اللي احنا خدناه وما كملناهوش واتعرفت عليه وعملت سلالات جديدة قدرت انها تقاوم المضاد الحيوي ده، فبالتالي احنا كده اصبنا نفسنا واصبنا البشرية عموما، لانه بينتج حاليا انواع كتير من البكتيريا بتظهر مقاومة لانواع كتير من المضادات الحيوية، ودي الخطورة في ان احنا يبقى عندنا نوع بكتيريا بسيط جدا ممكن يقاوم مضاد حيوي ويسبب امراض ومشاكل كبيرة جدا. بس ده كان كل شيء عن بكتيريا الواجه. في النهاية اتمنى لها واتمنى لكل مريض الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.